الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في الباب 61، قال: باب النهي عن البخل والشح. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، ناسب أن يحذر من ضده، فذكر هذا الباب، باب النهي عن البخل والشح، لأن ضد الكرم والإنفاق البخل والشح، والبخل والشح هما بمعنى واحد، وبعض العلماء فرق بين البخل والشح، فقالوا البخل هو أن يمنع ما عنده من المال فيما يجب عليه وما ينبغي بذله، أن يمنع المال الذي عنده فيما يجب عليه أو ما ينبغي بذله، يعني يمنع المال الذي عنده من الواجبات ومن المستحبات والمندوبات، فهذا هو البخل. والشح زيادة على البخل، أنه يمنع ما عنده من المال ويتطلع ما عند غيره من الأموال، فيأخذ الأموال من حلها ومن غير حلها، فصار الشح بخلاً وزيادة. فالبخل والشح صفتان مذمومتان مطلقاً في كتاب الله عز وجل. أما الكرم فهو ممدوح في الكتاب وفي السنة، وأما البخل والشح فهو مذموم مطلقاً في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات في الاستدلال على تحريم البخل والشح. فالآية الأولى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه الآيات جاءت في مقابل الآيات التي قال الله سبحانه وتعالى فيها: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذه الآيات مقابلة لهذه الآيات، فالبخيل مقابل من؟ مقابل الكريم الذي أعطى. وانظر هنا في قوله سبحانه وتعالى: وكذب بالحسنى، وهناك: وصدق بالحسنى، فقرن الله عز وجل التكذيب بالحسنى مع البخل، والتكذيب بالحسنى يشمل كل ما جاء في الشريعة من العقائد والأعمال. وقال بعض أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: وكذب بالحسنى، أي كذب بوعد الله عز وجل، لأن الله عز وجل وعد المنفق بأن يخلف عليه، ووعده سبحانه وتعالى الأجور العظيمة. فالبخيل إما بلسان الحال وإما بلسان المقال يكذب بوعد الله، فإن كذب بوعد الله بلسانه فإنه كفر بالله عز وجل، لأن هذا تكذيب لله. وإما أن يكذب بلسان الحال، لسان الحال لا يصرح بأن الله لا يخلف، لكن يكون عنده شك وعنده ريب أو عنده خوف عنده تردد، فيكون جباناً لا يقدم على الصدقة والإنفاق. فالبخيل يكفيه عاراً وذلاً أن الله عز وجل قال عنه: وكذب بالحسنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، ما هو جزاؤه؟ قال: فسنيسره للعسرى، مع أن ظاهر حاله فيما يظنه أن ماله إذا كثر أنه سيكون في حالة ميسورة وحالة سعيدة، ولكن الجزاء من جنس العمل. منع فضل الله سبحانه وتعالى الذي أعطاه عن خلقه، فمنع الله عنه السعادة ومنع عنه الانشراح، فيسره للعسرة. وكما مر علينا في حديث الجبتين اللتين ضربهم النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على الكريم وعلى البخيل. البخيل الذي عليه الجبة كلما أراد أن يتوسع ضاقت عليه، وهي مثال أنه لو
أراد التصدق ترده نفسه فيعيش في ضيقة وفي ضنك. وهنا قال سبحانه وتعالى: فسنيسره للعسرة، تكون أحواله عسيرة، نسأل الله العافية والسلامة، بخلاف الكريم والمنفق فييسر لليسرى، نسأل الله من فضله. قال: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني هل ينفعك هذا المال الذي جمعته عندما تتردى في نار جهنم؟ لا ينفعك هذا المال، لأن المال ما قدمت وما أنفقت وما تصدقت وما بذلت، أما ما جمعت ولم تبذل فإنه يكون وبالا عليك يوم القيامة، فلا ينفعك هذا المال. قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قبلها قال سبحانه وتعالى: وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت هذه الآية بمفهوم المخالفة أن الذي لا يوق شح نفسه فهو من الخاسرين. وكل هذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفة الذميمة، وهي صفة البخل والشح، نسأل الله العافية والسلامة. قال الحافظ النووي رحمه الله: أما الأحاديث المتعلقة بهذا الباب فتقدمت جملة منها في الباب السابق، الباب السابق باب الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله، لأن كل حديث وكل آية تدل على الكرم فهي تنهى عن البخل. كل آية وكل حديث يحثان على الكرم والإنفاق، فهذه الآية وهذا الحديث يذمان البخل، لأنها صفة مقابلة لما أثنى الله سبحانه وتعالى. وقد مر علينا أن الإمام أحمد رحمه الله جاء عنه أنه اجتمع مع قوم صالحين فاتفقوا أنه لا يوجد رجل صالح بخيلا. لماذا؟ لأن البخل ليس من تقوى الله سبحانه وتعالى، بل هو معصية لله، بخلاف الكرم فهو من تقوى الله. الكرم من تقوى الله لأن الله أمر به، ولذلك الكريم مأجور، وكل عمل يكون عليه أجر وثواب فهو من تقوى الله سبحانه وتعالى. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح. انظر في هذا الحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم وبين الشح، قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. وهذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتقي هذين الأمرين المذمومين، الظلم لأن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات، وعلى قدر المظالم تكون الظلمات يوم القيامة. وهذا لا شك يا عباد الله وعيد شديد، فيوم القيامة ليس هناك نور إلا نور الطاعة، ومن لم يكن له من الله نور يوم القيامة فليس له نور. فلذلك عن مسلم أن يتقي الظلم، ظلم العباد في أعراضهم في أموالهم في كل ما يتعلق بحقوقهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم أعظمه الوقوع في الشرك، لأن الله عز وجل سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك الظلم الذي يكون بين المخلوقين، وهذا لا شك أنه عظيم، وهو مبني على المشاحة وليس على المسامحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عليه لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن يكون لا دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة ليس هناك مسامحة، المسألة مشاحة، حسنات وسيئات. ولذلك من كانت عليه مظلمة فليتحلل اليوم قبل ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه طلب ولا شفاعة بين المخلوقين، لأن الحقوق بين المخلوقين تبنى يوم القيامة على المشاحة وليس على المسامحة. قال: واتقوا الشح، يعني احذروا من الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. إذن الأمم السابقة وقعت في هذا الذنب العظيم، فحملهم هذا الذنب على أن يقعوا في ذنوب أعظم وأكبر. وهذه قاعدة تقع غالبا، أن الذنب يجر الذنب، والذنب الصغير يجر إلى الذنب الكبير، فكيف إذا كان هذا الذنب كبيرا فإنه يجر إلى ما هو أكبر منه.
فهنا قال اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. ماذا فعل فيهم الشح؟ قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، وسفك الدماء أعظم من الشح، ولكن هذا الشح جرهم إلى ما هو أعظم، إلى سفك الدماء. وحرمة الدماء عظيمة جدا، ولكن لأنهم وقعوا في الشح فسفكوا الدماء. كيف سفكوا الدماء؟ أنهم تقاتلوا وظلموا بعضهم حتى يستولوا على الأموال من حلها ومن غير حلها، فوقعوا في هذه المهلكة وهي سفك الدماء. قال حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، استحلوا ما حرم الله، سواء من الأعراض أو من الفروج أو من الأموال. كل هذا وقع بسبب الشح، لأن الشح هو جمع المال من غير حله ومن حله بكل طريقة كانت. المهم عند الشحيح أن يجمع هذا المال بأي طريقة كانت، فيحمل هذا الشح على أن يقع في معاصي أكبر وفي ذنوب أكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا يا عباد الله أن نحذر من هذين الأمرين اللذين حذر منهم الله سبحانه وتعالى وحذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهما البخل والشح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شح أنفسنا، وأن يقينا البخل، وأن يجعلنا وإياكم من العالمين العاملين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.